صباح الخير يا أصدقاء، عاملين ايه؟ ازيكم النهاردة؟ النهاردة هنتكلم عن طريقة تجمع بيها 500 روبل في اليوم، تمام؟ من موقع ايه؟ موقع جيت لايك، تمام. الموقع دوت شغال بقاله فترة وانا ساحب منه 330 روبل، تمام. وانا جمعت النهاردة 164 روبل، تمام. هنعمل سحب بقيمة 164 روبل، تمام. بتيجي في خانة اشحن رصيدك واسحب، تمام. بيجيب لك اول خيار نظام الايداع، بس ما حدش يودع في الموقع عشان احنا بنشتغل على الاداء المجانية، تمام. نختار سحب الاموال، هنسحب على محفظة ايه البير، واي حد مش عارف يعمل محفظة بير يكتب لي في الكومنتات وانا اعمل شرح مفصل عن محفظة البير. نختار بير باخد عمره 5%، تمام. ولو لسه اول مرة اشوف القناة ما تنساش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس واللايك عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. بعد كده بتعمل ايه؟ ارسل طلب. تمام. هنسحب كام؟ 4 مرات، تمام. نجاح نجاح نجاح، تمام. طريقة التسجيل في الموقع، أول ما بتفتح الموقع بيجيلك الموقع بالواجهة ديت، تمام. بتكتب على بتضغط على سجل الآن، بتكتب بتخش على كلمة التحقق فيه، تمام. حط هنا ايميلك وكلمة السر، وبتكتب كلمة السر وبتحقق كباتشا وبتسجل، تمام. هنسجل. وبيجيلك تفعيل على الايميل لو ما جالكش عادي، تمام. بتربط بقى حساباتك، تربط حساب الانستغرام، تمام. بتربط حساباتك، بتتك على إنشاء حساب، تمام. وبتختار الانستجرام أو التيك توك أو الفيكي أو التليجرام أو التويتر، تمام. وبعد كده بتشتغل على الموقع، تمام. فيك تشتغل بالطريقة اليدوية وفي بالطريقة ايه اللي احنا نشرحها دلوقتي، تمام. طريقة تسيب الموبايل شغال لوحده وانت نايم، تمام. وانت في الشغل كده، تمام. اسيب لكم رابط تسجيل والادوات في صندوق الوصف اسفل الفيديو، تمام. ولو لسه مش مشترك في القناة، انزل اشترك في القناة، فعل زر الجرس واللايك عشان ده بيدعمنا ننزل لكم فيديوهات جديدة. دي الأداة، تمام. رابط الأداة أول ما بتفتح بتلاقي الواجهة دي،
بتيجي على تاني خيار. تك على اول خيار تمام، وبيجي لك ايه، بتسجل البيانات اللي انت مسجلها في الموقع، بتسجلها هنا تمام. بعد كده بتسيب الاداة تشتغل. بتسجل بياناتك في الاداة، بتحل الكباتشة، وتسيبها شغالة مع نفسها زي ما انت شايف كده. بتسجل بيانات الانستجرام تمام، بعد ما بتسجل بياناتك في الانستجرام عايز تحفظ البيانات تمام، وبتسيب الأداة شغالة تمام. الاستراتيجية بتاعتنا بقى مستعملين أو 3 تليفونات تمام، وبتاخد وبتسجل في الموقع من الـ3 تمام. بس تحاول تغير يعني، تشغل واي فاي وتسجل في الموقع. اشترك من زمان مثلا ايه 3 تليفونات، الواحد بيجمع لك كام؟ 150 روبل في اليوم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والأداة شغالة زي ما انت شايف كده تمام، هي بتحدث مع نفسها. أهم حاجة الشاشة ما تطفيش والأداة شغالة تمام. في تطبيق بننزله، تطبيق اهو تمام، تطبيق اسمه الحفاظ على الشاشة. تخش جوجل بلاي، تكتب في البحث الحفاظ على الشاشة تمام، بتنزل التطبيق تمام. التطبيق بيجيلك بالواجهة ديت تمام، وبتختار كلمة ايه دائما، بيظهر لك دايرة فيها حرف الايه هنا، وبتسيبه ايه مفتوح، وبتشغل تقدر التليفون معاك ما بتفش خالص تمام. من كده نكون انتهت حلقتنا. ولو لسه مش مشترك في القناة انزل اعمل اشتراك في القناة، وفعل زر الجرس ولايك عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.